حتى هلأ في أمي وتمانة بتناموش انت؟ معقولي بتناموش؟ يا مامي قصدا طلعت بهالمنظر، قصدا وحياة الكعبة قصدا. بس بعرفش رجعه لكيف كان، يعني عرفته؟ كيف بدنا نرجعه كيف ما كان؟ قلقاني قال شاطر بالشو اسمه، قلقاني شاطر بالانستغرام. مين بعت لي مرض الحمار بده يدق بيانو؟ منين بده يدق بيانو؟ بعت له جدر الحمار ان شاء الله. لحظة شوف بدي بعه بس نتفي. تيرن مش تيرن، فرجيني هون يا خيتي. لحظة كلها هاي طرق. الله عيوني دي هيك ما شاء الله، شحوب الوجه. صباح الخير يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم، ماشي الحال؟ أنا طلعت هلأ هيك انفصام ذاتي لأنه جد بدي نام مباشرة، ما بدي نام والكعبة مثل ما عم قلكن. جد بدي نقول لشو بلاقي موقع يا سور. انا صار لي زمان بقول بديش احكي، وعش بدي لتو ماش بدي اعجل. صباح الخير، صباح الخير. يا ويلي عصي، يا ويلي عصي، عصي هنا، يا ويلي وحياة الكعب عصي واجعني انا. خلص روحوا الأنام، شحش وقرعت معي، شحش وقرعت. هاك ما بتقلبش هاك. هيك لك شو قرعت مي، مي وبيبسي وبيبسي ومي ومي ودخان بخور. سحرت كريسبي يا جماعة، لك قهوة وتمر. يا ويلي يا والله. المهم عرفتوا آخر خبر، مش حطول عليكم، عارفكم لأنه روحكم ناطر السبت، بس لازم احكي لها الكلمة قبل ما فوت اتلخشن. وحياة القرآن، عرفتوا آخر خبر موقع ياسر شو قايل؟ موقع ياسر هلأ بعت لنا، برجي أنا وين رايح؟ موقع ياسر بعت قال شو؟ لبنان سوف يدخل في مرحلة الظلمة. يعني يعني ما نمشي على البقبشة. عرفتوا شو يعني بقبشة؟ رح نمشي على البقبشة يا جماعة. شو رأيكم بهالخبر اللي جبت لكم اياه من الصبح؟ هلا انا فتحت فيسبوك وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انا سبب مرض اعصابي هو موقع ياسور، موقع بنت جبال خفيف مش مثل موقع ياسور، بس موقع ياسور مثل ام احمد نعمة، سهيلة، سكنة ديراني، تلجئ مالا تلجئ مالا زينة، وأم حسين تعالوا دار قانون. ومن بعد موقع ياسور هذا حالي فريدي من نوعه، بتعرفوا له كلهم؟ بدي اطلع معك على اللايف. اوكي يا زينة ابو خليل، هات اطلع معي على اللايف. نفس الشي موقع ياسور عبارة عن مرة مقالة، مرة لقاقة، مرة كتير تحكي، جايبة أخبار من هون لآخر السنة. بده يصير ينزلنا موقع ياسور، شو حينزلنا؟ السيدة فلان الفلانية أتتها الدورة قوية شوي، هيك حصير ينزل الخبر. السيدة ياسمين ببلاط ركبت قرطاج، ادعوا لها بالشي. هيك من يوم راح موقع يصيرك رح ينزل. أصدقاء كبر عقلك ناتفي يا موقع يصير. أحمد عيسى لشوفك جايب لك تحميلي، تعال فرجك علي تحميلي ماركة كمان نسلة، هي عبارة عن تحميلي ماركة. لأنه خلص خلص مخلصني يعني العالم، روح ناطرة السبت بيتجونا موقع ياسور بأخبار، ويعني جلقة
تحذيرات من تسونامي، ولا شفتوا لا تسونامي؟ في شيء اسمه موقع ياسور، في شيء اسمه رب العالمين ذو الجلال والإكرام، هو عالم الغيب والشهادة وحده. انت موقع ياسور، موقع اخباري، ما تقلي ناسا ونسيونا وسانا وطلعنا رختر على السطح ونزلنا تحت الارض. ما راح تعرف انه لبنان ماشي بالظلمة. اوكي، وعلم الانسان ما لم يعلم، ما زالك هيك اخترع لنا علاج لكورونا اذا عمات الظلام علينا. قصدي ولا موقع بشوفه نزل اخبارك الا انت هالاخبار، ولا موقع نزل بعد. قديش في عنا مواقع ولتيتين بلبنان؟ ما في موقع نزل اخبار موقع ياسر. منين بتروح بتنكش؟ منين بتسحبه من طياز العالم؟ منين بتجيب اخبارك؟ ما خلصنا احنا عن ربنا، ما اللي فينا كيفيني. عشوا في خبر بومي، الخبر الحلو ما بتنزلوهوش، الخبر البوم، الخبر التسونامي، بدها تقش لبنان عن بكرة بيو. ظلمة، سوف تعيشون بالظلمة، تأكلكم الخرا ويأكلكم الكليب. أز شو بعد في؟ شو بعد في؟ ما خريتوناش في؟ ما خلصنا حلو على ربي؟ حلو على ربي، خلصونا. كل 5 دقايق بيطلع لي واخبار. ابن بدي في اخبار عم بتنزلها. اوكي، اخبار صارت بالبلد، تكلم رئيس الحكومه، فرضوا التجويل، فرضوا منع الحظر، فرضوا هيك، اقام هيك، اتصل هذا النائب بالنائب، سوف يطل له حدا يحكي، هذا بده يطل. يا عمي اوكي، هودي بيقولوا الواحد منا نعرفهم. امراه بريطانيه اعلنت الزواج من سجاده. دلكية سهيلي، دلكية ام احمد نعمه، دلكية سكنة ديرانة. امرأة بريطانية تزوجت من سجادة أنيكا عبد الله عائل. وهوك متابعين، وها رب العالمين حامل حمي باري البري. شو بيهمني أنا إذا مرة بريطانية أعلنت الزواج من سجادة؟ أنا شو بدي استفيد كلبناني؟ شو بدي استفيد إنه أعلن الزواج من سجادة؟ المرة البريطانية اللي تجوزت سجادة ولا في حالها ونايمة فيه. أنا شخصيا كإنسان صايم هلا، كإنسان بديش كبر كلام، شو بهمني؟ مدلكية يعني، هي مدلكية، هي مدلكية. لسا بتاخدوا مني عبارات كتير. الأرمل الصاخوطة، بس خلصنا عما كأني شي مرة فتحت، كأني شي مرة فتحت، لا اقطع من هيك اللي بخلص يعني بخلص، بكون عم قاري الخبر وفجأة بفتح الواتساب بلاقي مين؟ احمد عيسى. تعال الموقع يا سور، بونجور عبودي، وإلك عانت بنجر كمين؟ إلك عانت بنجر؟ لا لا، ما خلص ما خلص، حرقتوا ديني. حطوا لكم اخبار تسعد القلب، اخبار تفتح النفس، تسكير تام للشوارع، إحراق تام للدواليب، وفاة ما بعرف مين بمصر، شو بهمني أنا؟ أب اغتصب طفلته في القاهرة فأوصها فحملها فأخذها وفوقها بعمود البطن فدفنها، ولم يعرف عنها، ما عرفوا عنها إلا بعد 7 سنين إنه البنت، لأنه لقى العمود، عمل العمود هيك، قاموا راحوا الام طلعت بهالعمود، قالت هالعمود مش حسيته، لا الله هيك شو ابصر شو ليش لايق هالعمود. قامت الام جابت المطرقه وطرقت العمود، نزل العمود، نزلت بنتها هي واقفه مصبره بالعمود. انا كعبد الله عائل، وكان احنا مواطنين لبنانيين عايشين هلا وضع كورونا والدولار ب 4000، شو بيهمني اذا صلب بنته وقفها بالعمود؟ شو بيهمني انا اذا المره طلعت على السطح ودفشت العمود؟ شو بده يهمني بعد؟ ما بيهمني، بيهمنيش الموضوع. جيبوا لكم خبر تاني، عارضة أزياء من شمال أفريقيا بتحب مش بتحب واحد، من شمال مش بعرفني وين، هديك المرة جمدت بويضات هي بالبنك البريطاني لتجميد البويضات والخصل والسوائل المنوية، قال عشان إذا تجوزت بعد 20 سنة يكون بويضاتها مجمدين. قصدي شو عم تعمل كورن فليكس هي؟ شو بهمني انا ببويضاتها اذا جابت هالزريت الخرا ولا ما جابت؟ انا كعبد الله عاقل، وبرجع وبذكر، ارتفاع درجات الحراره مع الكورونا مع ارتفاع الدولار، شو بهمني اذا عارضه الازياء الخريه جمدت بويضاتها بالبنك؟
انا شو بهمني اذا جمدت بويضاتها بالبنك؟ تفضلوا قولوا لي شو بهمني، شو بهمني، تفضل موقع ياسر، اعطوني جواب. اتمنى موقع ياسر والمقيمين على موقع ياسر والموظفين بموقع ياسر وكل حدا له خصه بياسر وموقع ياسر قولوا لنا شو بهمنا نحن هذا الموضوع. تفضل. شو بعد في؟ شو بدي اقول لكم بعض اخبار عن موقع ياسر؟ شو بعد؟ شو بدي اقول لكم بعض اخبار؟ شو بعد؟ شو قولوا لكم شو بعد في؟ شو بعد في؟ ومن أي جرايد عم تنكشوهي؟ من أي جرايد؟ قالوا بيحط لنا حادث سير مأساوي ومميت راح ضحيته كذا 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 كذا، 3 4 أسطر وإليكم التفاصيل. بس ما بيكتبوا وين، عشان انت كعبد الله عقيل وانتو كمان كمفانزيت تحملوا موقع ياسور تكبسوها. بنفتح نحن موقع ياسور، بنفتح موقع ياسور، بدنا نضلنا نفتح موقع ياسور وبيكتبوا لك بالفيديو، بالفيديو يعني بورقة أكبر لحتى نكتشف انه وقع حادث سير صباح هذا اليوم في العاصمة التونسية. وحدة حمارة بتونس عملت حادث سير روحت 20 سيارة. أنا هنا عدوار حرف وجوية ودار الزهران والنبطي، شو بتفيدني إذا هي التونسية الهطرة اللي بتعرفش تسوق عملت حادث سير وضربت 10 سيارات؟ شو بيهمني؟ بيهمني الشي صح؟ ما بيهمنا. هو أخبار موقع ياسور. بس سجادة مرة بريطانية تزوج من سجادة، وفاؤها للكلب جعلها تحاكي نفسها. كليب ببعض اتركوهم. القطة نانا تاهت حبيبتي يا نانا. هلا بدي اترك انا كل اشغالي والدولارات اللي وقفة من برا، وصفوا سياراتكم ونحن نعيش بعتمة وظلام. نانا ضاعت، وبالفيديو صاحبة نانا طالعتنا بالفيديو بحبها كتير لنانا. نانا كانت معي من هي وصغيري، نانا حلوة كتير بتفهم علي، بقلها ستاند اب بتوقف، بقلها ست داون بتقعد، بقلها روح بتروح تيجي. هدي نانا، على من يجدها لنانا مكافأة مالية. ما عادش ترضعوا اولادكم، وما عادش تتضيفوا، وما عادش تعزموا حدا على الفطار، كلياتنا بدنا ننزل على الشارع نفتش على نانا وين ضاعت. حر نحن بدنا نعرف نانا وين ضاعت. حبيبتي نانا، نانا ضايعة. طب ليه؟ شو ذنبي اني اعرف؟ شو ذنبي اعرف اني بقلب قوي روح على العالم بيسعوا يعملوا منشنات لبعض. قصدي يا الله تذكرت انا هي طلعت لبسيني حدا حضرها تفهم علي وهي صغيرة كأنها كأنها بني آدم صغير راحت باي بس قالت لي بترجع. مين قال لك بترجع نانا؟ قالت لك براجعة. في شي بالموضوع. وموقع ياسر ايمتى اخد للميكروفون ودحش ليه؟ شو شعورك من بعد ما راحت نانا؟ بده يمقتها، بده يذكرها انه نانا راحت. شو شعورك راحت نانا؟ قولي لنا شو شعورك؟ كم مرة صرتي باكي اليوم؟ هو أسئلة أحمد، لك أحمد عيسى أنت. ونانا، وما هي نانا؟ قصة نانا، قصة لا يعرفها أحد. قصة نانا قصة هرة ضائعة منذ 3 أيام. بهاش اللحظة أحمد عيسى. قصة هرة ضائعة منذ 3 أيام. صاحبة نانا عرضت مكافأة مادية على من يجد نانا.
أنا تهت في هذه المعمورة. لا لا لا، بدي أفهم. أحمد عيد عبد الله أقدم منك بشي ساعة. طب يلا، كل خرب الرافش عندها الصبح يا فتح يا عليم. انتو موقع يا الصور. اوكي، عجبك عجبك، ما عجبك هز بدنك، ما بدكش تهز بدنك. على طول انا لازم يجيني خرية، على طول لازم يطلع لي باللايف خرية، على طول لازم يطلع لي شلك باللايف. انا شو دخلك احمد؟ روح اتحفظ بامبرز او معكش تجيب بامبرز يا ويدي. ابشع شي الانسان لما يشبع، ابشع شي الجلجوق لما يلبس، ابشع شي انه الانسان يشبع لانه بده يصير طعم الحمار معمول. ابشع حاجة، هذه ابشع حاجة بالشعب، انه شعب الخرى اللي بيشتهي العضة بالرغيف لما يصير عنده بيصير بده يفرجين انه هو بيطلع بيعلق. عرفت؟ ترك جلجوق جوعان من زمان، انت مش من جديد، انت من زمان جوعان وجربان وجلجوق، مش من جديد حق تطلع وتعلق. سكر بوزك وكل خرا مالت عليك وعلى وجهك، ذالف وزق وحقير وهطف. اخ اخ اخ، ماشي حالة فدوات بتسلم عليكم، بدي اعاشي فدوات، عارفين؟ قالت لي بدي اعاشي لقريبها فدوات ياخد لها مساعدات كمان. اوكي، احكي عن مدير المدرسة الخاصة اللي بده يستغل ضد أهالي. ما عادش حطوا طلابكم مدارس خاصة، الحمار حمار، الولد الحمار حمار، لو حطيناه بالبلمنج، والشاطر شاطر لو قعد تحت الزيتون درس بالعصاي والمروحتين، صح ولا لا؟ فهذه هي كل السالفة. أنا قايل لهم اخدي خدلها يا علي، تكسب أجر. طلع جعدانيستا، جعدانيستا استنايمي من راح افطر عندها اليوم لجعدانيستا. هلا غفلاني جعدانيستا، عم بتفكر بعد على بكره بطلع لايف انا وجعدانيستا من عندها من البيت، حارق ايدينا بس بتكون نايمه هي ويدي. بكره ما بوصل هنيك، ما بخبركم. اي والله ما اخبركم، شو بدنا نعمل؟ دي حال الدنيا يا مرسي. عبد الله جعفر، ايه جعفر انت امبارح بعت لي شيء الادوية صح؟ ايه ما فتحتش وشفته، متصدق اني غفلت؟ والله نمت، يا والله نمت. عبد الله حياتك، طلعني انا. طب خلينا نطلع زينب، خلي الحرب بدها تطلع. يلا اطلعي يا زينب حبيبتي، صار قد حرام شوي تسلم عليها. Call me مريم طحيني، كلكم في يومك تطلعوا يا فتح يا عالم، بقبقان من الصبح مبقبقان. وينك قالت لي حالي بك تطلعي؟ يا سلامي عليكم. هاي بني ماما، هلا والله، كيفك يا حلوه؟ شو اخبارك؟ كيفك؟ ماشي الحال. انت على طول انا مندل قاعده هون مع اهل البابليه كلهم بيسلموا عليك من بيت حتات حتات وشاهين. اهلا وسهلا باهل البابليه الكرام، عندهم حاله كورونا اهل البابليه. ايه مظبوط، ايه مظبوط. سلامتكم حبيبتي، ما قومي تشوفوش البسي، قومي البسي، لا قومي بعيد شي. بدونش بدهاش تلبس، بدها تسلم عليك. انت من وين؟ ها؟ انت من وين؟ انا من جوية، بتعرفيها؟ مش من البلدية. ونحن من عايتيت كرمال، هيك بتعرف المركز اللي بخلفوا فيها ب 3000. مظبوط. ايوه انت بتجنن. ها عم تسمع؟ انتوا بتجننوا يا حبيبتي، اهلا وسهلا على عيني وراسي والله. هي بس في شي برايلي بروت مصرايلي. ما انا بحضر دايما. قالك دايما بتحضرك. حبيبتي. قالك بتعرف حدا من البابلية؟ ايه بعرف نص اهل البابلية. روح انجزوا.
تعبان. ايه بس حبيت اسلم عليك كرمال هني كان بده يسلموا عليك كمان، وماما رفعت لك بايدك مره تاني قالت كثير بتحبك ماما. حبيبتي سلمي لي عليها كثير السلام، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. كيف بدك شيء؟ بدك شيء؟ سلامتك. يلا باي باي. باي. تشاو تشاو. باي حبيبتي باي. حبيبة قلبي. عم تحلق؟ ها اهلا كيفك؟ هاي كيفك؟ هاي ليكي صوتك مش واضح بنوب، لعل الانترنت ما كتير منيح. طب ليش اتصلت؟ اذا انت انا مش كثير منيح ليش اتصلت؟ موقع ياسر ليش رجعت اتصل؟ عامل تويت موقع هلا موقع ياسر بينزل عبد الله قام ب وطلع خير صحيح كل لقطنا هسه موقع ياسر حبيبتي انا حبيت اكثر تسمع على الف خير. باي يا عمري. ما كان مطفي مش دافع الاشتراك كان فعلا من 50,000 بالشهر انت كم حق الاشتراك بيجيب لك الضغط قوي. طيب مين بده يطلع؟ انا يلا تفضل يا منال. تصبح على خير حبيبتي بتقول عني وبتفوت بتشخر. هاي يسخرني انا بيجيب مش هلأ ولما جهازه يتعلق. كيفك؟ مش الحال كيفك انت؟ يعني انت ولا مرة طلعت معنا الا عم تفتل بالبيت قصدي يا حاكمتك الا وياد دوخة اقعد ورزلك بشي محال. ما انا بضلني هيك ضلك كيفك بدنا ندحشتك حصتهم عاد يا من الفيسو عبتز الجميلة عاد شو انا ايه شو اخبار؟ شو رايكم صحك من طز الضاو؟ انا بصحى للصبح خلص شغل على الساعه 2 بيجي لنام بتصير امي بدها تجلي اختي بدها تشطف بي بده يسوي السقف خي بده حبيبي بمقدار هيدا الفنجان بتعبي لهون 3 ديسيلتر من الديمون بتعبي فوق كذلك الامر فلاش بس يكون سبارتن العلامه الاصليه وبتعبي شوي التنر ما تعلي ما تقوي التنر لانه التنر بيدي اوكي بتشربهم فتشربهم بثلاث ساعات حبيبي لازم يعطوا مفعول اذا ما عطوا مفعول اوكي اذا ما عطوا مفعول بنوب ترجع بتجيب الكبايه الاكبر تعول الكوكتيل اوكي بتجيبها كم خلي نص ديمون الديمون لك منيح بيعزل لك كل شيء بالجسم يعني بيخليك تخرى مصارينك روح ايش بهن في بنت اسمها زينب خلينا ما بعرف بس صارت كذا مره بدها تطلع وانت اللي تقول رح تطلع ما طلع لا كبسناها على زينب خليل حطينا لها اسمها بس ما طلعتش هي رح نظبطها يلا بدك شيء ليك ليك حط حط اللايف بوست ماشي ما ان شاء الله اعرف يلا باي باي باي
زينب خليها 3 ساعات بتقلي طلعني، وهلا بتقلي ما عرفت. هاي يا ويلي انت، يا ويلي انت، من عيني تطلع وحاطه دبوس، دبوس يا حبيبتي من عنده. لك ايه من القهوة؟ يلا الحجي سلام. نفس الحجي سلام، كيفك؟ اهلا وسهلا، كيفك انت، شو اخبار؟ ماشي الحال، انت كيفك؟ الحمد لله تمام. شو عامل؟ ولا شيء بعدين. زبيدي على فكرة عينيك كتير حلوين. مقدمين شو بدي فيه مقدم؟ من عندي 2، خلي لك اياهم تمشي على البقبشي كمان، حلاش بيحمل حدا على كبر يا اخت. اهلا وسهلا يا حبيبتي، انت صغيره ونحن فكرناكي كبيره صح؟ صح. حبيبة قلبي الله بعينك، بسيط تدبرين. بسيط. ليش بعدك سهران؟ الساعة عنا 11 بالليل. ليش انت وينك؟ بكندا. بكندا. يلا تدبريني، ماشي طفي الضوء وكفي كده روح. صباحه كل ما رف جناحه بنقول له صباحه. منال ارجع طلعني، هنرجع نطلعك يا منال، نشوف مين هي منال. اي وحده يا خيبة يا مسخرين ان شاء الله، ولا تنسى يتعلق يا طبري ان شاء الله محلك. سمعت كمين؟ قومي عليني، قومي ليلي. كيفك يا حلوة؟ الحمد لله كيفك؟ الحمد لله. من وين انت؟ نعم حلوة. اهلا وسهلا فيك، يا اهلا وسهلا. شو اسمك؟ ملك سرية. اهلا وسهلا يا ملك، هلا والله يا حبيبتي. ليش بعدك سهراني لهلا يا ملك؟ مش عيب؟ عيب 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 يا ملاك عيب. ليكي فوتي على التشقيعة اللي حطيتها ماما ورا الباب، حتى تانكة الزيت اللي جاب لنا اياها جده، خذي الحرام الكبير وروحي على النوم، لانه انت بعدك صغيرة ولازم تنامين بعد عمري. اوكي يلا فكي الجدول لانه بتعص الشعر عص، وما تردي على امك، خلي شعرك مرتاح يمه. بالمناسبة ما عرفت آخر خبر، ما عرفت راح عليكم إياه ولا اليوم. اليوم يا حبيبات الصبح، فقت الصبح بلاقي 3 اتصالات جايين من دولة قطر من الكود 00974. فقمت قلت آه، منو يتصل من قطر؟ يعني منو يتصل من قطر؟ ما أعرف. وإذ تعرفوا أنا كلاس يعني ما شاء الله، حملت هالتليفون ونطحت اتصال على العاصمة القطرية الدوحة. دق التليفون فصلوا الخط وعاودوا الاتصال ثانية. من جمال الرقم أنا بهرت، ترى الرقم وايد ستات كله ستة. قلت ألو من وياي أنا؟ قامت وحدي قالت بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له صدق الله العلي العظيم، حبيبتي تحضرين؟ قالت لي السلام عليكم عبد الله. قلت له اهلا. قالت لي انت عبد الله عقيل اليوتيوبر؟ قلت له يوتيوبر؟ قلت له انا مش يوتيوبر، بنزلوا لي فيديوهاتي على اليوتيوب بس مش يوتيوبر، عرفته؟
يبي لها لا خلاص خلي اخلص من هودي الخيم وينو. ايوه هي هيدا. المهم قلت لها انا مو يوتيوبر، بينزلوا لي الفيديوهات لحالنا على اليوتيوب يعني شعبنا مجلوب كذا. قالت لي والله العظيم يا عبد الله اقسم لك بالله انك تدخلي سعادة على قلبي، واقسم لك بالله يا عبد الله الله يسعد قلبك يا عبد الله زي ما تسعدنا والله والله. من قطر من اول ما حضرنا فيديو حقتك انت وتتكلم عن نفنوف امك والله العظيم يا عبد الله، وبدينا نتابعك. قلت له اهلا وسهلا. قالت لي يا عبد الله انا حابة يعني نحن حابين انا وامي وابوي بعد ان نقدم لك دعوة لزيارة صرحنا في العاصمة القطرية الدوحة، من تمشي الخطوط القطرية لبيروت ويفتح المطار نحن بنقدم لك إقامة كاملة في الصرح عندنا، تنزل عندنا في الصرح في قطر. قلت له حياك الله اكيد. قالت لي هذه دعوة رسمية بتوصلك، نحن لازم نستضيفك في الدوحة. قلت له اهلا وسهلا. فانا بدي اتشكرك يا حبيبتي كل الشكر، اكيد بتحضريني على الانستغرام مشكورة ما قصرتي. بدي وآل العطية بدولة قطر ما شاء الله معروفين. حبيبات قلبي عزيزين وغاليين، فتحية إلى دولة قطر وتحية إلى آل العطية بدولة قطر، هنا وجهنا لك تحية. قلتي ما تذكر الاسم بس ذكرنا العائلة، العائلة عريقة في قطر يعني آل العطية. هلا والله وغلا حبيبة قلبي وشرفني أكيد. إن شاء الله نطلع على قطر، طلعت أنا قطر قبل بس نطلع على قطر إن شاء الله ونستضيف عندكم. بتجيبي لي بخور وعود وعنبر، وتجيبي لي سوارتين كانوا عاجبيني بآخر آخر آخر مول الدوحة مول. قطر مو قطارة بطارة شفتها، بس سوارتين مرتبين كذا هيك طالع. يلا نتبضع لنا نفي حبيبتي قلبي يعافيك ما بتقصري. لا 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 أنا عارف حبيبتي، فإن شاء الله يصير طيب ويفتحوا المطار وما عليك. بدي اروح حافي وزع ملح في قطر بس يفتح المطار. اي والله يقول شو عم شوف الناس زبالة عم تكتب، وايد ناس زبالة وفي ناس اخذت الاسماء. وها اخذت الاسماء كتير بايخ. عمار حميد، ها عمار حميد بيكون عنده دكانة قاعد فيها ابدا برا معاه كبيتان شاي عم بلت على هالعوانس اللي رايحة واللي جاي وجاي علق لنا هنا. او مش هو بيكتب، كان بيكون امي بيكتب تعلم مع عمتي ام زهير. يلا وينو هيدا، يلا بلوك ثلاثي الابعاد على الانستغرام. حلو البلوكيت كل اللغات. هول فيك اكونت، فيك ولا مش فيك اكونت عادي، في ناس بتحضر عادي، عيب في ناس محترمة بتحضر ما يصير. آهن 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 إيه فوالله إذا اللي صار معانا. يلا لنشوف زينب خليل اطلع شوف إذا بتعرفيش تطلعي، بدي ضغطك لطلع تفضل لنشوف زينب خليل. فيفو طلع معنا كمان يا خيتي، فيفو يمسح حالي بحبه بحبه مش بايدي بحبه يا خيتي. انتو قاعدة معنا بسرعة مع السلامة يا خيتي. فيفو يمسح حالي كيف كيف تطلع معي يا فيفو يا خيتي والله. كيفك اخبارك؟ بكره بكره على اكيد فرجيك وجهي على اكيد على اكيد. خربان التليفون الله وكيلك. شو؟ عبد الله كيفك؟ ماشي الحال، انت كيفك؟ الحمد لله. اللي ساعة ولا اكتب لك طلعني وهيك ما كبست لي طلب. اوكي حبيبي الله كريم. امتى عم بقول العيد ان شاء الله؟ هلا طلعت لي بتعمل فيها مو بتعمل العيد بس يطلع الهليل عايدة. الو عم بتدخل
عم بتدخني؟ ليه عم بتدخني يا حبيبتي؟ شو ناقصك لما تصوميش؟ عذر؟ لا لا، دخيلك دخيلك يا عبد الله، ضل هالصيام. هاجر عندي على اطلع برا برا اطلع برا برا برا. من وين انت؟ لا لا، سرق سرق. من لبنان. من لبنان؟ عايش بلبنان. اهلا وسهلا حبيبتي. من وين؟ عايش بلبنان. الاصل من وين؟ من سور. اصل من سور وعايش بلبنان. ليش سور؟ وين بتوقع؟ بانتركتيكا بالمحيط الاطلسي يعني؟ لا لا لا، سوري بلبنان. حكينا حبيبتي، انت اصلك من وين؟ على الهويه الجمهوريه الشو؟ لبنانيه. لبنانيه؟ ايه عبد الله، على فكره كثير شايفني، وانا كثير كنت شوفك رحت بسور سلم عليك. يا خيتي والله. اي والله. اهلا وسهلا. مره من فدوات كنت. امين. بس تاني مرة خلص عن جد، بس ارجع اشوفك باخذ صورة انا وياك يا غالي حبيبتي. ان شاء الله. يلا تصبح على خير يا تمبريني، خلينا نشوف في معنا على اللايف. طيره. ميرسي حبيب القلب. بتسلم عليك اختي مريم، بتقول لك وجه لها تحيه. خلص قلت له ولك، قلت له قلت له ولك تحيه، وتحيه منك يا مريم حبيبه قلبي عزيزه وغالي. دب المفتاح يا اختي، بعبك دب المفتاح. راجعين يا مريم راجعين. يلا طيره. خلص يا مريم، قلت له والقران ماشي. خلص والله. لا لا، هي كسرت لي البيت. من خلص هلا بتتخانق. خلص. ميرسي عبد الله لوجودك معي يا غالي يا حبيب القلب. وجودي معك اكلك زي حال. تصبح على خير. يلا شفناكم بخير، مع السلامه يمي. الله معك حبيبي. ماتيندا فرج الله. بتشكرك انا، انت اللي طلعت حبيب القلب. يبرني هالوجه والله، بتجنن انت يا غالي بحلاك. خلص حبيبتي والله. قولكم انا كل وجه تحيي لمريم حبيبي. والله شفتي يا مريم؟ اه شفتي. والقران يا كيفت يا الله. كيفت يا حرام. الساعه تقول لي خلي اطلعي معه، لا لا يسلم عليه وهيك حرام، بس مستحيه تقول لك كيفك وهيك. حبيبتي قبل ما تروحي كذلك الامر، في عندنا الخلطه اللي عم نبيعها. انت بتعبيها بربك قول لي لفوق تنر، بتعبيها لفوق تنر، بتحطي رشه اثنين مية نار، بتحطي اثنين مية نار، بتشربين كثير منيح على الامعاء. والله خلص. تصبح على خير حبيبي. حبيب القلب. يلا باي باي. الله معاك، مع السلامة. الله معاك حبيبي. ربك يا غالي. خيبتي. مدلكيت سهيلي. مدلكيت محمد نعمة. مدلكيت سميرة مطبوع محسن. آخ. فيفو حدا قال انه فيفو كمان. وينو فيفو؟ فيفو تعال يا فيفو. فيفو تعال، اطلع مش طال، اطلع مش طال، اطلع يا فيفو. زينب زايدين. وين زينب زايدين؟ زينب زايدين البدوك. زينب زايدين اذا لبسي على راسك اطلعي، اذا مش لبسي على راسك بتضلك نايمه. ما من منشوف. يلا عبد الله، شخبارك؟ تحكيش خليجي دغري، بلشي باللبناني وغير اللهجه. الله يخليك. ما تطلعش اسمه فيفو. شو اسمه؟ ما بنعرف فيفو شو اسمه. انا ما بعرف شو اسمه فيفو على الانستغرام. وين قاعد؟ منو انت؟ انترنت عندك؟ انترنت فيفو طلع مع اسمه ميك اب فيفو. اه فيفو ميك اب.
حبيبي بكره ان شاء الله وعد الساعه 7 صرت بتاخد صدقني هاشتاك نص نايم بس فجرت ضحك. فيفو اطلع بأسجل متاخد، ما اسا انت وين ما كنت عم تطلع من الباني ولفف لي هالمنشفه في على راسك سوي في اسا متاخد اطلع يلا حوقتك بالزهره اطلع يا امي اطلع متاخد انت مطفي سمعنا صوتك الرقراق اطلع لنا هاشتاك 1 2 3 اطلع يا فيفو اطلع يا امي اطلع اطلع يا حبيبي اطلع اطلع بسم الله عليك ولا وعن البرندة بتطلع من الشبابيك بتطلع من سقف السيارة بتطلع من تحت الطاولة بتطلع هلا مستحي تطلع من التخت ولا اطلع عم اطلب فيفو هلا لا شوف اذا بده يرد يلا يا شو اسمه يلا يا فيفو يلا فيفو يلا عيب الشعب كله ناطرك ما يصير وعد بكره بترجع بتطلع معنا بكره يلا تقبرني يلا اطلع حبيبي اطلع يا مسخرين اطلع يا مسخرين يا خيتي محليك اطلع بحبه من قلبه بالزهرة بحبه من قلبه اطلع يلا يلا فيفا يلا اطلع اطلع مش طالع اطلع مش طالع ما لحقتش تنام عم تروي اطلع ما لحقتش تنام صلى الو لفت كامل فيفو ليش ما جاوب كله عم بيقولوا اطلع يا حبيبي يا فيفو فيفو يا فيفو فيفو يلا لك يا فيفو ها هدي غادر بدي لك اطلع اطلع من بين راسك يا اخي يا فيفو اطلع فيفو بدهم كلهم بدهم فيفو طلعت الشعب كله يحبك والله العظيم محبة الناس حلوة ايه طلعت زعدانيستا شو فيك انت كمين شو فيك يام قاعدة عم بتنطي بالأرض نايزك 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 أنا طلعت طلعنا نايزك يا فيفو فيفو يلا اطلع يا فيفو تقبرني يا فيفو يا فيفو ام يمي اه فيفو بعزيني ام انت يا فيفو يا ويلي من فرايد الله معك يا فيفو اول مرة بعرف لو الراية فيفو يا فيفو ام اطلع يا فيفو جعدانيستا تقول لي فوتني طيب يلا بنفوت جعدانيستا بس بتلبتش كتير وبتعجني ها لأنه جعدانيستا مش كلهم بيحبوكي هون جعدانيستا آخ يا قلبي آخ يا قلبي لا ممكن مشيش الصوت اه فيفو موجود هون عم تبهدله ولا ايه كلمة بتبهدلني فيفو هاي انا عم بهدل فيفا بهدلتك الك انت عم اقول عنك السميك وتقيلة الدم ما قلتش انا بحبه ولا يضحك انت شو خلص انا صورتي مش باينه بس كيف هيك كيف هيك ما بقبل تحكي مع فيفو وبعدين انا مش بتجي بكره فيفو لمية يلا حبيبتي بكره جاي يفطر عنا اليوم جاي يفطر عنا عبد الله ايه يعني انت خريتيني مسلي فهمت اسا يلا فيفو لايكي ساكري ساكري فيفو بده يطلع يلا معاك يلا ساكري يلا يا حبيبتي ما حدا رحب فيكي حبيبتي يلا باي باي طيب يلا عم نطلع هاي بلادي هاي فيفو انت الناس تضعيف ما بتصدق هاي لعزة لعزة تعطلكم لأنه بنكوت هاي هاي كيف أهلا كيفك يا كيفو؟ تمام تمام يا قلبي أنت أخبارك؟ أخباري تمام والله مبسوطين فيك ليه؟ قمت قعدت كل اللي عندي قمت كل قعدت على الصوفة كل اللي عندي يحبونك ما شاء الله عليك جماهيرك حياتي حياتي هيدي المحبة من عند الله يعني طلعوا ليكم وحياة الله وحياة الله معزتكم على قلبي قد ايه بتتخيلوا بما انهم محبين عبد الله يعني انا اليوم بطلعت لايف كل يوم بطلع والله تخيلوا منظري
يا خيتي يا مسخريني صحة. خلص عبد الله اخبارك؟ طمني عنك. والله الحمد لله، نحن وياك بخير يا حبيب قلبي، نحن وياك بخير. ايش عملت مريم؟ حبيبي وين؟ مين؟ انت شرع شراسف شرع. هيدا عادي ولا لا؟ هيدي بالايام العاديه اصلا انا بحطها اوريدي، اوريدي شعراتي عم يتشاهد وكنت بتاخد. جاب مبروك لحزب يمه، نعمل لك مولد يا حمامه الماتي. زعدانيستا هاي، زعدانيستا هون. ايه زعدانيستا، انا قالت لي انت عم تحكي على فيفا. أخبار. ليك شو رايك بزعدانيستا؟ زعدانيستا بعرفها شخصيا، اخف لالي يعني، بروح لعنده تلاقيني يعني. انا اذا ما رحت عند زعدانيستا بروح عند الحج، لانه يعني اذا انت ما يعني منك قاعد مع الحج راح نص عمرك. ليك انا بكره معزومه على الفطار عند زعدانيستا، سبقني. ما انا بدبي محجوب. بالامارات. ايه وصلت قبل اخر طياره. سلم على رباب كثير، سلم يا امي. حبيبي حبيبي والله بكره بدي احكيها، بسلم لك عليها. والله ما بعرف يعني كنت بطلع لعندك. ها يلا انت ان شاء الله باذن الله اول ما تخلص تيجي على دبي ان شاء الله. اول ما تخلص اللي يفتح المطار بروح السعوديه، ومن السعوديه بروح ابو ظبي. يا ميت اهلا، انا هالفتره اصلا باقي بدبي يعني، فان شاء الله بشوفك بس تجي. ايه خليك هونيك، تقبرني انت الله يرضى عليك ان شاء الله. وين بدك تجي؟ الله لا يسامح خمسة دولار ب 4250. شيء طب قلنا حكمي لليوم قبل ما نسكر. المثل لليوم بيقول اللي باعك بيعه، بس بيع على نيعه. لكو هاشتاج تعسف، هاشتاج تعسف. حياتي انا بحبكم كثير كثير ولاف يو. يلا وانا حقعد احضر معكم شو عم بيصير. دمار من عبد الله، لاف يو حبيبي. اهلا وسهلا حبيبي حبيبي، الله يخليك حبيب قلبي. باي تو بيبي باي. هذا الانسان احبه، قلبه طيب مره 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 مره، اقسم لكم بالله. شفته مره بيروت، ايه مره شفته بيروت، اقسم لكم بالله انسان جدا طيب جدا ذوق، حرام حليله احبه والله. وين جعدانيستي الحشة؟ جعدانيستا وثلاثة له شعر يا جعدان. عبكرة يا جعدانيستا مصور الشوربة ومنزلها، مصور الفتوشيت ومنزلهم. استرجي روح لاقي في نقص بالسفرة، حارق دينك انت وحظك، بختك ونصيبك يا اختي. اخ يا علي مديد، بدنا جعدة، جعدة قولاي جعدة بدهم اياكي. خافوت يا جعدة يلا، ليش عم تطلبوها؟ امبارح كنت عم تبعتوا لي على الانبوكس تقيل الدم. هاي جعدة كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. بكره جيت عنا لك يا فيفو. انا اي لاف يو، اي لاف يو حبيبي وحياتي ماي فيفو. ليكي جعدانيستا منين بتاكلي حلو؟ تاكلي العطي قلعتك عند اي محلات؟ اي اغلى واحد؟ لك اي اغلى واحد بسرعه عم يسال. لك يلا لك اعطيني اسم غالي. مين في غالي حلو؟ شو اسمه اللي رحنا عنده محمد هذا الغالي كثير؟ بتشو. بتشو بطلتي تعرفي ناتاشو الا من عند باتاشو؟ معرفتك باتاشو. انا عشان تعرف معدتي كثير هيك حساسه. انت الله يرحم ايام ماضيك كنت تقولي للهمبرجر كنافه بلحمه، اسا صارت تقولي لي باتاشو. لا انا ما بحياتي باكل همبرجر ولا باكل كنافه بنسخه. بنسخه؟ وفي انسنت هيدا مايند هلا قالوا لي عنه كمان، عنده قصص دايت اذا بتحب تجيب حلو الدايت. ولا اقول لك تعرف شو، خلص انا بجيب لك حلو، بس انت شو جيب معك؟ جيب كيس رز، كيري،
نوتيلا، جيب معك صنوبر اذا فيك تجيب صنوبر حلو. اجلك راح اجلك بالمبرة حبيبتي ونفطر سوا بعد فوق. اوكي انت بدك مبرة؟ ما بدي، ما انت ما بتجيب شيء معك بايدك وشيء تقيد يعني صراحه. ما لك الا صنوبر منيحه. اكيد انا ما كيلو اللحمة برمين قال. لا انا بفوت صينية حلوة يا حبيبتي، لا بتفوت لحمة ولا مع زي، ونحن من ربيعة وجيش تاني. اوكي حاضر. حلوين ما خلص هدول منيح يعني، هيك انيمالز من ابرك هيك وحطهم عندنا ومنيح حبيبي. بايخة انه اكثر ما تتصور. نيدو كمان، نيدو برافو عليك يا زازا، برافو زينب. نيدو كمان، نيدو منيحة. الله يلعن الحليب اللي ارتش على وجهك. ليه وليك بنتي بتحب الكندر والله. ايه شو بك فيفو خلينا نشوف. ايه والله الاغراض بمليون ليره صاروا. ومعسل تفاحتين الاصلي اذا عندكم بالنبطيه، عرفت هدول التفاحتين هلا كثير غاليين معسل، اذا بدك ولا بد عم بعطيك القصص الكلاس. فحم جيب لك قصص، جيب لك مونوبولي وبرجيس تتسلي مع الحق. راسي مش بتاع مونوبولي، انا حماره بهالقصص صراحه، انا حدا بيقعد بحط الفحم ارجيله بيقعد هيك قهوه تركيه. هي ما تنسى تجيب لي قهوه سعوديه. ولكن بكره حسوي هذا ونزله وياي قبل ما امشي، لانه حامشي على الخمسه انا من هيدا. راح بكره راح اعمل انا طبق القهوه، بعبيه طبق القهوه لانه هذا بيقعد ثلاث ايام سخن، عرفتي؟ بسوي لك يعني انا ست ايام منيح. لا حطلعه معي يطلع ضغطك ان شاء الله. قد ايه شامبو؟ 100,000 شامبو يا فيفو، شو بتستعمل شامبو انت؟ على فكره فيفو لازم اعرف شو بيستعمل شامبو، انت شايف شعره اسم الله؟ اصلا تحجب فيفو صار يحط تيربون، انت بعدك ما تحجبتيش. ما انا صار لازم اتحجب لانه شعره قليل. هيك هلا فيفو، انا بطلع فيفو. فيفو بس على شقار بيطلع هيك، يكون شعره هيك. بدك تشوف فيفو هلا، خليك دقيقه. تعال نفرفرف هلا مثل فيفو، هيك قاعدين ما عندنا شيء، انطر شوي. دقيقة. وين الحمرة اللي عندي اياها السوداء الحمرة؟ هلا بيقبرني فيفو هلا، كان عندي حمرة والله. عندي هيدي، هيدي فاتحة. هيا طول ما تكون تشوفوا فيفو. يا ما نعمل على فيفو هلا، خليك معي فيفو بس يبلش قبل ما يعمل المسار. دقيقة بيشطح لك يا لهي مخلوق، بيشطحها هيك والله العظيم. بدي 100 سنه وبيقعد بيطلع هيك. كيف انا معكم منيحه ظابطه؟ برجع بسالهم خليكم معي عشان انا حبيبتي. ايش جاب الثرى للثريا؟ ايش جاب الثرى للثريا؟ بعدين ما خلصت هلا بيكون هون حاطط هو شو كثير غوامق. اوكي طر شوي هون بيكون حاطط كمان اكثر حسب الموديل. طر شوي انا عشان ما عندي اي شادو اعمل شيء معكم صغير. نحط شو حمره لانه ما عنده، انا اشطر منه بقصص. هيدي حمره نحطها هون. روقوا معي انتم بايام هلا اللي البلد المصاري ما في، ما مت ما تجيبوا قصص ولا عم فيكم تستعملوا تري ان واحد. ايه تري ان واحد كافيه. ايه هيدي الحمره مثلا، هي حمره. خليك دقيقه معي، خليكم دقيقه معي. وبعد نسيت هون على فيفو. معلي معلي عبد الله شو عمل انت صايم؟ ما في خرب بيته. شو بحب يعرف يحط ميك اب انتور على خبرك. شو لو نصه لحظة جعدانيستا لو سمحتي اقول لك شيء، انت الانترنت عندك تراه خايس زي وجهك. هذا 3G، هذا مش انترنت ولا واي فاي حبيبي. ابقى احكي مع وزارة الاتصالات تشوف شو قصة الام تي سي والالفا، هذا مش من عندي حياتي. انا هلا مكلف 3G، هلا اطلع احكي معك ما حتى الواي فاي تاعنا. حبيبتي انا مكلف 4G لاطلع اشوف الاشكال الخايسة هذه. اي اشكال خايسة؟ والله تغيرت
لك ليه صرت قمر انا صار. لا والله ما بعرف شو بيخطر على باله فيفو فجأة بتلاقي فيفو طلع بس اكيد شعر اشقر يعني ها ما بيقبل يطلع حيلا مثلا بيطلع هيدي بيكون دايما هيك لك لحظة طلعت دغري ما هيدي الهاي انا ما عم بفهمها بس بعد زمان هيدي اوه هيدي هيدي تخلص المسن عيني اني انا 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 ايه وبيضلوا رايح يا خي شو الوضع يا فيفو لا طلع مين سميرة توفيق شو طلع سميرة توفيق فيفو هاو اي لوك على فكره لما عملتي هالمكياج وحطيتي هذه على راسك طلعت بتشبهي سوزي الله يرحمها ما بتشبهي فيفو ابدا هلا حقول لك مين بيشبه مشحريني مشحريني الله يرحمك احسد بك يجعل مسويك جنات ابن عين رولا الفاتحه سالي حلاقي لك اياها دايما بتطلع بهيك القصص هينا هياها رامز جلال رامز جلال نجم اليوتيوب رامز جلال نجم من اثنان نجم اليوتيوب شو بينا روق خليك معي بس تخلصي ايديني هاخد لي القيلولي انا لو كنت عم تحاول قلت لك صاحبتك تعيديهيش ليش؟ يا مشحر يا عبد الله تعيديهيش ابدا تعيديهيش لا بس اسم الله رموشه هذيك مره عم شوف رموشه لهون من ركبتهم هرموش من هي؟ ما غيرها رامز جلال والله بتكون شو اسمه؟ بتكون دعاية بس كتير طوال كمان حسبتوها عرموشة كمان للبنت يا لطيف عشو بد وينك انت حلو السفرة اللي وراك شو بدك تقعدي عم تاكله والله عندك اثنين في عندك خبز بدو هاي تجيبهم على فكرة اذا ما حدا اكلهم اللي ورا بكرة معك ايه يلا كان بدي زدت الان للبسس برا يلا عالف نزلك اياها لا عيب لا اذا كنت نلبسها نلبسها عمل لي جديد والله رجعت طبيعيه ولا بعد وهاي انت بكل حالاتك ما بتمتصي طبيعي مش طبيعي كذاب 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 طب ليكي شو بدي اقول لك جعدة صبغت لي شعرك وفرح مارة حلوين ما مبين لون شعرك مصبوغ اسود ايه ما بيبين ما بيبين الفرق بس ايه هيدا بدا هيدا انت سبقتهم اليوم شو؟ اليوم سبقتهم؟ امبارح ايه الاسود كثير زنخ بدك تتحمم كذا مره لهيدول الاحمر اللي هون يروح او انت وقت بالحمام كثير كثير فروق هون هيدا سالته بس بيعلم على حسب شو نوع الصبغه بيعلم على تعلم العصاية على جنابك شكرا جزيلا لمداخلتك والله ليك بلشت انعس هينا حجنجل شايفه يلا جود نايت انا كمان بدي انعس سكرت زهقت صراحه بحبكم كلكم اللي موجودين هون فيفو اي لاف يو سو ماتش عبد الله بكره نظيرتك شو بدك اني البس لك تلبسي جربة كت لحمك تلبسيش جمزات رسمه ولا بيجامات عادي البسي عبات عبات انا نازل بدشداش السعوديه البسي عبات والله الامل فيك العمايل بكره الله زبو هالقهوه وزيدوا اوكي حط لهم طفل سيجاره وفيكيهم فيهم حط طفل سيجاره مزبوط طفل سيجاره وبتجيب شقفه بتفركهم بس هدول مش على مش جايبين هون جايين هون ما بدنا بيروحوا من هون يلا خلص روحي كمان انت من هون باي تصبح على خير باي الله معك يا حبيبتي الله يحميك ميرسي باي باي بتشكركم لانكم قعدتوا وحضرتوا وتابعتوا معنا Thank you. بس منا نسمس منا ننام نقول شو بنقول تصبحوا على خير. Good evening. ها. تصبح على خير. Good evening. ها. منا ننام. فاتين ننام. Good evening. ها. فاتين ننام. Good evening. ها. Good evening. ها. Good evening. ها.